قبل ما يطلع منهم يزعلنا. فكرتيني، طيري اقفي على ايده، اوعي تتاخري لحسن لو سيدك صحي من النوم ولا قاش القمصان هيهبب عشتنا كلنا. مده بنلمعه ونسمعه وانت كل ما نفتحوا الموضوع تقفليه. موضوع ايه يا استاذ ابراهيم؟ انا راجل صنايعي وكسيب وماشي مستقيم والحمد لله. امي دايما تدعي لي وتقول لي ربنا يرزقني في بنت الحلال. ايه رايك بقى في الحلال؟ المكوه خلصت يا سيد. اسمعي امي مزاجي، ايه رايك تخطف رجلك وتروح تشربي معاها كوبايه شاي؟ ما تجيب المكوه كانت خلصت يا اختي. اتفضل قميص كمان شويه خديه. طب انا رايحه مشوار وهرجع لك. انا ما عنديش في الدنيا غير امي، وانت هتكوني في غلاوتها، هشيلها في عين وانت في الثانيه. ترد عليا بقى فتحيه وتريحي قلبي. بصراحه يا استاذ ابراهيم انا مخطوبه. مخطوبه؟ اه. لمين؟ لواحد من اسكندريه. بتحبيه يا فتحيه؟ ربنا يعلم. هو بيحبك؟ متشعلق فيا قوي. لا ممكن يكون اكتر مني. ما تزعلش يا استاذ ابراهيم، الجواز ده ايه؟ وانت راجل طيب وربنا هيرزقك على قد نيتك. عن اذنك. بنت طيبة وعلى نياتها قوي. وانت هتعمل ايه بقلبها الطيب؟ هتقبض بيه ولا تصرف؟ هنعمله ايه بس يا رتيبة؟ هنغتنه بالعافية؟ ما تسيبك من البنات الفقر وتلملك على واحدة تريشك. المريشين عينيهم مفتحة وقلبهم زي الحجر الصوان. ما قلت لك من الأول، فضلت تقلان عليا لحد ما. أهي جت. اوعى كده ما تزقت. هيا هيا. مساء الخير يا ساعتين. مساء النور يا فتحية، ده انا كنت خايف ما تجيش. ده لو كان على قطع رقبتي برضه كنت جيت. سلامة رقبتي. اقعد يا فتحية، اقعد. كلها يومين والموسم ينتهي والبلدية تستغنى عنا ونبقوا خالين شغل. بكرة تشتغل يا اخويا، ده انت تشتغل احسن شغلانة. يعني هتشغلينا عندك يا فتحية؟ لو كان الواحد يقدر يتلم على 10 جنيه بس كنت فتحت دكان سجاير وجبت صندوق كاكولا وكسبت 30 ساخ في اليوم، ساعتها اقدر اتجوز ويبقى لي بيت. لكن لو قعدت احوش 10 سنين مش هقدر احوش ال 10 جنيه. بكرة تلاقيهم يا حسنين وتتجوز
واللي هنتجوزوها دي هتقدر تستناني لما نلاقي العشرة جنيه. تستناك يا حسنين، تستناك طول العمر. اهو كلام. والنبي تستناك. اللي زينا محكوم عليه يعيش عازب، يفضل طول عمره لوحده، ينام لوحده ويشقى لوحده. ما تقولش كده يا حسنين، بكرة تتجوز. نتجوزه ازاي بس يا فتحية؟ التلاتة جنيه يعملولنا ايه؟ ده غير 8 اشهر من غير شغل. ربنا معانا، خلي عندك ثقة بالله. ربنا ناسي الفقراء اليومين دول. ربنا ما ينساش حد يا حسنين. وانتوا هتنزلوا من المصيف امتى؟ اخر الشهر. كل سنة وانت طيبة، نشوفوك السنة الجاية بخير. ما تخليش عندك فكرة، ربنا معانا. اما اروح انا بقى، زمان الاستاذ صحي من النوم. خليتك بعافية يا حسنين. نفسي يا فتحية، نفسي موت. وانا كمان والنبي يا حسنين. بس يا خسارة، لو نعرفوا نصطادوا 10 جنيه من اي واحدة. ما يكونش عندك فكرة. كنت فين يا بنت لغاية دلوقتي؟ ستي بعتتنا اجيب القمصان من عند المكواجي. المكواجي؟ ولا كنت بتتبرعي مع الرجالة؟ لا يا سمحان، ما في ايه؟ البنت دي انا مش طايقها ابدا. متهيألي انزلها مصر حالا دلوقتي. معلش يا اخويا، نستحملها لحد ما يخلص الصيف. وهو بدل ما نلوص ونقعد ندور على غيرها. ايه انت كمان؟ بابا لبس يا اولاد، يلا ننزل نتمشى على الكورنيش. كل اللب بيشرب. ما تتعيد لي يا بنت فوق بيتي. سمات. بلاش ترعى داهية تسدي. سمات. سيدي ميمي عايز سميت. بلاش وجع بطن. يا اخويا هات له سميتة من نفسه خليه يسمن شوية. يا ست السميت بيوجع بطنه. يوهو، يعني مش زي ساندوتش الفول اللي بناكله كل ليلة. ده انا ما صدقت لا نفسه بيبتدع على أي حاجة. يا بنت وقف يا عيني. بلاش فرقعك، خدي.